محمد وعليكم السلام، اتفضل. ان شاء الله باذن الله. كان والدي زمان اشترى لنا قطعه ارض قبل ما يتوفى، فكتبناها باسم الام. باسم الام. كتبناها باسم امي. ايوه. كانت وزوجتي في نفس الوقت باعت مصوغاتها الذهبيه في نفس قطعه الارض دي. حلو. كان عندي 6 اخوات بنات. حلو. بعد والدي ما توفى زوجتهم كلهم. حلو. والدتي قالت لي تو ما اخواتك يتجوزوا البنات ما لهمش ميراث في قطعه الارض دي. مش حلو. فاصبحت والدتي كتبت لي نفس طريقه اخي واخواتي البنات، كلنا بالتساوي. حلو. فانا عايز اشوف راي الدين. هسال سؤال قبل راي الدين. انت لما جوزت اخواتك البنات كان ده منك انت لانك راجل شهم وجميل كده وبتحافظ على وبتسطر عرضك، ولا انت كنت متفق مع اخواتك ان انا هشتري نصيبكم بجهازكم؟ لا ما اتفقتش. يعني انت كنت بتعملها انك راجل سبع متين كده خايف على عرضك وبتسطر عرضك، صح؟ تمام ان شاء الله. يبقى مالكش حاجه عندنا يا استاذ محمد، وتاخد زيك وزي اخواتك، واجرك اللي انت عملته مع اخواتك من عند ربنا. ما نجيش نتفاوض في الحاجات دي. ماشي. ما ربنا بيقول الذكر كمثل الانثيين. هي كتبت للبنات زي الصبيان. كتبت للبنات زي الصبيان. ماشي. احنا 2 صبيان وست بنات. وصلت الرساله. حاضر 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 حاضر. انا ليه بساله انت لما كنت بتجوزهم كان ده تفضل منك؟ هقول لك ليه. لان في واحد يحب يظهر قدام ابوه وامه انه شهم كده وجميل وتربيتكم تمرت، فيبقى عنده اخت يقول لهم لا والله انا متكفل بيها، يا ابني كتير عليك، لا والله ده عرضي، فيجوز وبعد ما البنت تتجوز وبابا وماما يموتوا وتيجي تقول ورثي يقول لها مش جوزتك؟ لا يا حلو، مفيش حاجه اسمها مش جوزتك، ده حقها. محدش قال لك تعمل نفسك شهم. احنا بنقول اهو دين، ده دين. انت كنت عايز تظهر قدام الناس انت راجل محترم وكويس وتعمل فرح وتعمل شبكه وتعمل زفه وتعمل ليله وتجيب اوضه نوم من هنا ومش عارف الانتري والفوتين من فرنسا ومش عارف ده من ايطاليا، براحتك، محدش ضربك على ايدك. لكن الام عملت حاجه غريبه جدا، وده اللي احنا بنتكلم فيه. يجي واحد يقول لك ايه، احنا ما عندناش بنت وولد، هي البنت عندنا براجل، ده عندكم انتوا، لكن في الدين مفيش بنت براجل. الدين بيقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ومش لكل ست، يعني مش اي ست تبقى نص الراجل، عشان الناس بتمسك الحته دي ويقول لك ايه احنا لازم نجدد الخطاب الديني، ازاي تبقى الست نص الراجل؟ مش في كل الحالات الست نص الراجل، في الاولاد ده بل بالعكس، عندنا مسائل ميراث الست ممكن تاخد والراجل ما ياخدش، وعندنا مسائل ميراث الست ممكن تاخد اكتر من الراجل. امال في الاولاد ليه رب العزه قال للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال لك ايوه، لان الاب ده السند، فلما يموت الاب السند هينتقل السند لمين؟ للاخ، هو اللي هيودي هديه لما تولد، وهي لما تغضب هتروح تقعد عند اخوها ومش هيقفل الباب قدامها ومش هيقول لها اصل مراتي متضايقه. فلما كان الميراث ماشي في اطاره الصحيح كانت صله الارحام جميله، لكن لما الطمع دخل والبنت تتفق مع جوزها عشان اخوها شقيقها ما ياخدش الميراث، وهنمضي بابه مالكش دعوه، اخش اخدمه واعمل ان انا اللي بخدمه ونبصمه، فتلاقي الولد يقطع اخته والبنت تعادي اخوها. الميراث اساسا اتشرع علشان الرحم ما ينقطعش. معانا الاستاذ اشرف، اتفضل.